أهلا فيكم من جديد. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض صباح أمس مؤتمر تقويم التعليم العام في المملكة بعنوان مدخل لتطوير الجودة النوعية للتعليم، والذي تنظم هيئة تقويم التعليم العام وذلك في مركز الملك فهد الثقافي. تم من خلال هذا المؤتمر عرض مشروعات هيئة تقويم التعليم العام في المملكة، إضافة لمشاركة خبراء دوليين كان لهم حضور مميز. خلونا نتابع هذا التقرير على المؤتمر، بعد ذلك نبدأ النقاش. بهدف رفع جودة التعليم وكفاءته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني وتحسين مخرجات التعليم، أقيم مؤتمر التعليم العام بالمملكة وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. هيئة تقويم التعليم العام هي هيئة عمرها سنتين الآن، لديها مهام متعددة تركز على بناء المعايير للمعلمين والطلاب وللمناهج، أيضا تقوم على تقويم التعليم بكافة فئاته بكافة عناصره الحكومي والأهلي، أيضا تبني معايير للمعلمين والمعلمات ورخص المعلمين. قمنا بدراسة حول 45 دولة حول العالم والخروج بشريكنا العلمي في جامعة إنديانا في أمريكا بثلاثة مجالات. ثلاثة مجالات هذه أدخلنا فيها أصحاب المصلحة من إدارة التعليم في المملكة، كانوا تقريبا من 11 إدارة مستوى ألف ومستوى باء ومستوى جيم. الهدف الأساسي إدخالهم وإدخال أصحاب المصلحة في مرحلة تكييف وبناء المعايير بحيث أنها ما تكون قالب فقط نأخذه من الدول الأمريكية من الدولة الأمريكية أو الدول الأوروبية، نأخذ هذا القالب ونحاول نكيفه بطريقة يتناسب مع المجتمع السعودي والتعليم في المملكة العربية السعودية. صاحب المؤتمر معرضا لمشروعات هيئة تقويم التعليم العام، والذي يتيح للزائر الاستفادة من مشروعات وبرامج الهيئة مثل برنامج المعايير المهنية لرخص المعلمين الذي يمكن المعلم من التسجيل في منصة معلمونا. منصة معلمونا تهدف إلى سماع وحشد أفكار الميدان في ثلاثة مراحل من منصة معلمونا. المرحلة الأولى أطلقناها من 4 شهور وانتهت، وتتوافق هذه المراحل مع مراحل بناء المعايير المهنية. من أفضل التجارب الدولية لابد من إشراك المعلم في صناعة القرار وفي بناء معاييره المهنية. استكملنا مرحلة إعداد الخبراء ومرحلة إعداد الميسرين، وبدأت الإدارات تتنافس حقيقة الوصول للمدرسة. هناك آليات في التسريع، في تسريع التطبيق وفي تسريع تقديم المادة ليتحول العمل إن شاء الله تعالى إلى ممارسات. وبدأنا اليوم في صناعة مهنة التعليم، ولأن التعليم مهنة ولكل مهنة رخصة كما هي في مجال المحاماة أو في المجالات الطبية. شمل المؤتمر العديد من الندوات وورش العمل بمشاركة نخبة من علماء وخبراء التقويم في العالم. للحديث حول هذا المؤتمر وأدوار هيئة تقويم التعليم العام ينضم معنا في الاستوديو مدير عام التعاون الدولي بهيئة تقويم التعليم العام الدكتورة غادة الغنيم. دكتورة حياك الله معنا. أول شيء نبارك لكم نجاح هذا المؤتمر حقيقة، والأصداء اللي كانت إيجابية حول هذا المؤتمر واللي أعطت انطباع إيجابي حقيقة عن الأدوار اللي تسعى لها هيئة تقويم التعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بكل أدواتها مفاصلها. خليني أبدأ مع قبل ما أتكلم عن المؤتمر، أبي بس دقيقة تتكلمين لنا عن هيئة تقويم التعليم، وش أدوارها وأهدافها ومشاريعها؟ أوكي. هيئة تقويم التعليم العام هدفها الأساسي اللي هو تقويم التعليم في المملكة، يشمل الحكومي والأهلي. من خلال تقويم التعليم هم الهيئة تهدف إلى رفع جودة التعليم في المملكة وتحسين مخرجات التعليم لتحسين الاقتصاد الوطني. جميل. طيب الأدوات والبرامج اللي تعمل عليها الهيئة؟ الهيئة فيها عدد يعني 8 من البرامج. عندنا تقويم الأداء المدرسي، عندنا بناء معايير المناهج، عندنا بناء معايير المهنية للمعلمين ورخص المعلمين، عندنا برنامج الاختبارات الوطنية. والاختبارات الوطنية إذا ممكن أضيف عليها طبقوا السنة اللي فاتت السنة الأكاديمية السابقة اختبار لمادة العلوم والرياضيات للصف الثالث والسادس، والهدف من السنة الثالث والسادس أنها مراحل انتقالية للطلاب، وبنهاية السنة الأكاديمية الحالية أيضا حيعيدوا الاختبار وحيضيفوا صف التاسع، وحتشمل العينة 100,000 طالب
وهي عينة ممثلة لجميع طلاب المملكة. الهدف منها معرفة مستوى الطلاب في طيب يعني انتوا تركزون على ركائز العملية التعليمية، المعلم، المناهج، الوسائل مثلا، ولا محدد يعني دوركم بمثلا إطار معين؟ البيئة المدرسية كاملة، البيئة التعليمية، المبنى المدرسي، الإدارة التعليمية، المدرس، الطالب، المنهج، كل شيء في المدرسة. طيب خليني أسألك عن هذا المؤتمر الدولي اللي كان في خبراء حتى دوليين مشاركين، وكنتوا موجود يعني هيئة تقويم التعليم العام عرضت برامجها يعني اللي قاعدة تشتغل عليها. كيف شفتي أصداء هذا المؤتمر؟ أنت ما شاء الله يعني نحن نفتخر أنك أنت ما شاء الله المشرفة العامة على يعني ورئيس لجنة إشرافية على هذا المؤتمر كفتاة سعودية نفتخر فيها. حدثينا عن أبرز يعني الانطباعات العامة والمخرجات اللي أنتم طلعتم فيها في هذا المؤتمر. الانطباعات العامة صعب أنا أتكلم عنها بحكم أني أنا كنت فيدباك يعني الفيدباك موجود يعني ممكن المشاهد عن طريق تويتر يدخل هاشتاج مؤتمر تقويم التعليم ويقرأ ردود أفعال الناس. يعني ما أبغى أحط عدد بس الأغلب كان يشيد بالمادة العلمية، وهذا أهم شيء كان عندنا أنه المادة العلمية والمحتوى يثري جميع الحاضرين ونطلع بنتائج وتوصيات مهمة وتعزز هدف تقويم التعليم. والهدف الأساسي كان من المؤتمر نشر ثقافة التقويم وهدف الهيئة اللي هو هدفها رفع الجودة وليس التصنيف. طيب خليني سنتين هو عمر هالهيئة تقويم التعليم العام، وفي هالمؤتمر يمكن كشفت لنا النقاب عن بعض الأشياء اللي قاعدة تشتغل عليها والرؤية اللي إلى الأمام. خليني بتخيل أنا كذا بعد 5 سنوات أو 6 سنوات أنتوا قاعدين تشتغلون على مرحلة تقييم الوضع الحالي، مرحلة تقويم المرحلة الحالية، ثم بدأت بناء صورة أوكي يعني ورؤية لمستقبل التعليم عندنا. انقلينا 5 سنوات أو 10 سنوات قدام، كيف يمكن يكون الوضع؟ في 2025 الهيئة تهدف أنها تكون من ضمن أفضل دول العالم، المملكة تكون من أفضل دول العالم في التعليم. هذا هدف؟ يس. والوسائل والبرامج شغالين عليها في تقويم التعليم؟ يعني إحنا في أقل من سنتين الهيئة انتقلت من مرحلة خطط استراتيجية وكلام على ورق ونزلنا الميدان فعلا، فهذا نجاح ينسب للهيئة وطبعا بقيادة معالي المحافظ الدكتور نايف الرومي. الله يعطيكم العافية، أتمنى لكم التوفيق دكتورة. دكتورة غادة الغنيم مدير عام التعاون الدولي بهيئة تقويم التعليم العام، شكرا لكم كذلك مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا لهذه الحلقة. غدا بإذن الله في مثل هذا التوقيت 8 مساء يتجدد اللقاء مع مواضيع جديدة. في أمان الله.